أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم مشاهدين الكرام. لقد تبين أن هناك فوائد عديدة لقشر البيض، ومن أهم الأطعمة المفيدة الصحية للكلاب الآلفة في المنزل، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن قشر البيض يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الكلب بشكل يومي مثل الكالسيوم والبروتين وغيره. وسنتعرف اليوم إن شاء الله خلال هذا الفيديو عزيزي المشاهد على فوائد قشر البيض للكلاب وطريقة استخدامه بصورة صحيحة تفيد صحة الكلب. قشر البيض أولا غني بالكالسيوم، ويعتبر من الأطعمة المفيدة جدا لصحة الكلاب والتي تحافظ على أسنان الكلب وحمايته أيضا من هشاشة العظام، وهو من المكونات الأساسية والعناصر الغذائية الهامة للصحة العامة للكلاب والتي يجب الحفاظ على تناولها بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل إطالة عمر الكلاب وتجنب الإصابة بالأمراض التي تهاجم الجهاز المناعي للكلب وتجعله دائما مريض. قشر البيض يقلل من نسبة الكوليسترول أيضا. يساعد قشر البيض في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم عند الكلاب، مما يحفز الجهاز المناعي للكلب ويساعد في الحفاظ على أسنان الكلب وتقوية عظامه والحفاظ على صحة الدم. وكثيرا ما يعاني الكلاب التي تصاب بمرض السمنة نتيجة زيادة الكوليسترول في الدم. وتظهر فوائد قشر البيض أيضا في احتوائه على المعادن الهامة لصحة الكلب مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والتي تحمي من الأمراض بشكل فعال وجيد. حتى لا نطيل عليكم نمر بسرعة إلى طريقة استخدام قشر البيض في طعام الكلاب. عزيزي المشاهد، يجب عليك سلق البيض أولا لمدة 5 دقائق، وذلك للتأكد من اختفاء البكتيريا الضارة بصحة الكلب والتي تتسبب في حدوث تسمم والموت السريع، فلابد من اتباع هذه الخطوات حرفيا. أولا يجب أن يجف قشر البيض بعد سلقه ثم طحنه تماما حتى يكون ناعما جدا، ثم نحفظه في إناء مغلق واستخدمه في أي وقت تقوم بوضع قشر البيض مطحون للكلب في وجباته كمكمل غذائي فعال وصحي للكلب. ومن الأفضل وضعه في وجبات الكلب المطبوخة لزيادة القيمة الغذائية وحمايته من الأمراض المحتملة. كلما زاد وزن الكلب نقوم بتقديم كمية كبيرة من قشر البيض له، ونلاحظ عندما يكون وزن الكلب 5 كيلوغرامات نضع له ربع ملعقة من قشر البيض المطحون، وعندما يكون وزنه 10 كيلوغرامات نضع له نصف ملعقة من قشر البيض المطحون، وعندما يبلغ الكلب وزنه 27 كيلوغرام نضع له ملعقة واحدة صغيرة من قشر البيض المطحون، ونراعي دائما وزن الكلب. إلى هنا أتينا على نهاية حلقة اليوم الخاصة بفوائد الكلاب. إلى حلقة المقبلة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم.